اختار العديد من الأطفال رفقة أوليائهم إنهاء عطلتهم الشتوية بزيارة إلى متحف المجاهد. أطفال قدموا من مختلف الولايات فقط من أجل التعرف أكثر على ما يستعرضه المتحف من أشياء تحكي تاريخ الثورة المجيدة. جيت اليوم المتحف المجاهد باش نشوف تصاور المجاهدين وتماثيل وباش نزيد نقرأ بجد ومثابرة. جيت مواراً باش نشوف مقام الشهيد ومتحف. وجيت باش نشوف شهيد تاعنا شهيد أحمد زبانة اللي خلى ثورة عنا في زهانة. أسلحة والثوار، ألبسة المجاهدين وأدواتهم الدفاعية البدائية هي أهم الأشياء التي جذبت وزادت من توافد الأطفال على هذا الصرح التاريخي كونها أدوات مخلدة للثورة. اليوم أجد باش نشوف متحف المجاهدين اللي ضحوا على الجزائر على بلادنا الجزائر، إن شاء الله إحنا نزيد نطوروها. جيت نتعرف على تاريخ الجزائر ونحب نشوف وش كانوا يديروا المجاهدين. مقام الشهيد الوجهة المفضلة للكثير من الأطفال من مختلف ربوع الوطن، وجهة ترسخ قيم المواطنة وتغرس حب الوطن في نفوس جيل اليوم والأجيال القادمة.